انا عايزك تفوق معايا سامح كده بقى عشان الكلام خلص خلاص. قولي تتواصل مع مين؟ هم اللي كانوا بيتواصلوا معايا من الارقام بتاعتهم. استغفر الله العظيم يا رب. واضح ان مفيش فايده. مصمم برضه ضيع لي وقتي. طب قولي مين حلاوه اللي انت بتبعت له على التليجرام ده؟ حلاوه؟ حلاوه مين يا فجر؟ حلاوتك يالا، في ايه؟ ما تتكلم. اسمه معتصم وده اسمه الحركي. معتصم ده بعت لك بيقول لك انت حبيبي من ايام زمان. معناه ايه الكلام ده؟ انت لسه هتفكر؟ ما فهمت. حاضر حاضر، هقول لحضرتك على كل حاجه. قول قول وخلصني. اول ما حسيت انه كمين حاولت اصفي سامح والرجاله بس هم كانوا كتير. الظاهر انك ما انت الشاطر زي ما بيتقال عليك يا رجب. بالعكس فضلتك، ان شاء الله هتشوف انا هعمل ايه في العمليات الجايه. وماله معتصم، ما تاخد زياد وتنزلوا تشموا هوا مع بعض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقعد اقعد. قول لي يا رجب، إلى أي مدى مستعد إنك تضحي من أجل دولة الخلافة؟ بحياتي يا شيخ. هو ده العشاء. ليك في الكورة؟ يبقى أكيد تسمع عن الهجمة المرتدة. هو ده اللي إحنا عايزين نعمله معاهم يا رجب. أنا عاوزهم يعرفوا مكاني. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.